كل واحد من اكثر لاعبي كره القدم في تونس اخلاص لنواديهم والالوان، هم كيقولوا لاعبي اللي عدى 10 واكثر من 10 14 عام في فريقه الام، كيقولوا لاعبي اللي قال عمري لا باش نبدل المريول هذايا في تونس، نقولوا الجولدن بوي، نقولوا الفتى الذهبي النادي الافريقي وسام يحيى، فرحان وجوده معنا اليوم. مرحبا وسام. مرحبا حيدر، مرحبا مستمعي مزيكا كافي. مرحبا بك وسام. اليوم عندنا برشا ما نحكيه في ملف التجديد، هل خذيت قرار الاعتزال ولا هل يمكن تلعب في فريق آخر في تونس بعد ما سمعنا عدة حكايات أنه فما اتصالات من أندية أخرى من تونس؟ شنو الإشكال بالضبط مع إدارة النادي الإفريقي؟ هل هو الإشكال مع الإطار الفني مع الإداريين؟ وشنو هو القصة بالضبط وعلاش حتى التوا وسام يحيى ما جددش مع النادي الإفريقي؟ تلقاو التفاصيل هذه كل معانا اليوم. كيف كيف بعد شوي يكون معانا عاطف تخيلي الحارس الجديد الملعب التونسي، الحارس القديم للنادي الإفريقي، علاش خرج من النادي الإفريقي وشنو وكيفاش يقيم اختياره وتجربته جديدة مع الملعب التونسي؟ كل هذا بالإضافة إلى فقرات ثابتة وقارة في البرنامج متاعنا تلقوها كل يوم. ما يفوتنيش بالرحب بالمخرج خالد كيف كيف عبد الناصر في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الأولاد. قلت فقرات ثابتة، أولها كيما يعني بشكون موجودة كل يوم من اللحظة الأولى للإميسيون، هي فقرة كيما اليوم. كيما اليوم، كما اليوم نرجع شوية بالتاريخ، الأحداث اللي صارت في نفس التاريخ 6 سبتمبر، وبالصدفة تبعوا معنا وتشوفوا أنه بالصدفة أنه نهار 6 سبتمبر صارت برشا مقابلات اللي فيها سكور كبير وفيها نتائج عريضة لعدة منتخبات. كما اليوم عام 61 سجل المنتخب المغربي أعرض انتصار في تاريخه كان على حساب السعودية 13-1 في الألعاب العربية. كما اليوم زاد من عام 95 منتخب فرنسا ربحها أذربيجان 10 بلاج ضمن تصفيات أورو 96. وكما اليوم من عام 2008 منتخب سان مارينو يسجل أعرض هزيمة في تاريخه كانت ضد ألمانيا 13-0 ضمن تصفيات أورو 2008. هذه نتائج كبيرة برشا. نحن معك تعليق لذا بيسير، يعني توا مثلا نعطيك مثال، المغرب والسعودية تغيرت الكرة في الخليج، ما عادش نشوفه ما عادش نسمعه بالأرقام هذية. حتى تونس عام 60 هزمنا على ملعبنا في استاد شاد 18 وقت استاد جي اندري تقريبا مازال خسرنا 8-10 من عند المجر الهنغري. تونس زاد عام 60 ربحت تايوان 8-1. اذا النتائج هذوما نشوف الكره تطورت في كل انحاء العالم، والنتائج صعيبة ما عادش نشوفها. محضر دروسك وعندك أعرض هزيمة وأعرض انتصار. خلينا نسأل وسام يحيى، زعما قديش أكبر سكور صار في تاريخ كرة القدم؟ بشكون مفاجأة كبيرة برشا. 22؟ لا أكثر برشا. رضا 40 بشيء. أكثر برشا من هذا. هاي نحن عندكم محاولة هاي في الكرة، في الكرة محاولة هاي 65 وسام 56. لا إذا 65. لا النتيجة هي 149-0 كانت في بطولة مدغشقر في عام 2002 أدنا مع إيميرن، ماتش وفي 149-0 فريق إيميرن حسوا أنه الأهداف الأولى اللي قبلوهم كان بظلم الحكم فسيبوا اللعب الآخر المقابلة والماتش وفي 149-0. إذا حتى كيسيبوا اللعب يسيبوا بالقدام 149 مش كيف في تونس يسيبوا واحد واثنين. هاي تفضل فوتبول تحكي ولا بسكيت؟ هي موثقة. لا كورة بسكيت. 149-0 الناس اللي يسمعوا فينا يتابعوا فينا نجموا يدخلوا ثبتوا في المعطيات هذية. كملنا مع كيما اليوم. كيما اليوم ضيفنا اليوم وسعداء بوجوده معنا وسام يحيى لاعب النادي الافريقي الجولدن بوي الفتى الذهبي. اللقب هذا حتى الوقت ايش بصير رافقك وسام؟ لين نموت ان شاء الله بعد عمر طويل ان شاء الله. ان شاء الله فخر لي انا، ولو انه سيرشيد زمر لي هو اللي طلع علي اللقب هذا. ورشيد زمر لي شاعر ويطلع الالقاب وتبارك الله عليه، من احسن الالقاب. باش يبقى معايا ان شاء الله لين نموت ان شاء الله. فخر لي بعد عمر طويل. فخرة بطبيعة، فخرة لك انت. خلينا نمشي لصلب الموضوع. كلوبيستي جماهير نادي الفريقي الكل يتسألوا وقتاش وكيفاش وسام يحيى ينجم يواصل مع نادي الفريقي؟ هل انه الموضوع هذا يتسكر الى الابد؟ هل انه مازال فما محاولات؟ شنو المشكل اللي صار بالضبط حتى ما يكونش اليوم وسام يحيى ضمن تحضيرات نادي الفريقي الموسم الجديد؟ تقريبا الامور صعيبة بور لو مومون.
عملناه تقريبا بعد طرح ديمي فينال المستير سأل السؤال هذا برطان مزينا معنا ما كمل السيزون. قلت نكمل السيزون بعد نقعد مع الهيئة المديرة والمدرب واللي فيه مصلحة النادي نقرروا سواء باش نزيد عام آخر وإلا باش نغادر أسوار النادي. وأبارامون فنيا تقرر أني يلزمني نكون خارج النادي باش نكون واضحين، خاطر أنا نحب نكون صادق مع الجمهور، مش حكاية فلوس، مش حكاية. خليني ندقق، مش إداريا، فنيا يعني قرار مدرب وسام يحيى ما ينجمش يكون مع المجموعة. هذا اللي حسيته أنا، خاطر بعد جلسة 5 جويلية قابلت الرئيس والمدرب كي روحت، بون تعطاني عرض ما من الكرش، كي روحت العشية حسيت اللي العرض ما هوش هو. مش معنى ما لبيش معناها الليفور اللي عطيته للجمعية. فهمتني؟ توجعت برشا، قلت امبوسيبل معناها، تصدمت التو مصدوم. انا عندي شهرين ما خرجش، كان اليوم نحكي تصدمت معناها ما نكذبش عليك. معناها الكلام هذا يعمل لنا برشا فضول، باش العرض كان ضعيف لدرجه انه تتلقى صدمه يعني. تصدمت يعني عباره مثلا واحد طالع من جونيور للسينيور، معناها عباره ديبيتون. صحيح انا كبير في العمر حسب العمر، وانا العمر مجرد رقم، اما مش باش نتيح للواحد هذا. كنا نجمو نشدو العصا من الوسطى، ما برشا ما نجمتش، خيرت اني نسكت وتجي الحكايه في انا ويتقال عليا اللي يتقال، خير ملي نهين، خير ملي كلمه خايبه تمشي لجمعيتي. انا راني نحمي جمعيتي ونعرف مصلحه جمعيتي قبل كل شيء، قبل برشا عباد مع احتراماتي لهم. هذاك علاش سيد زمرلي البارح كان موجود معنا لهنا في موزايك، قال قدمنا عرض محترم لوسام يحيى ونستناو في تفاعله مع هذا العرض. لا بالنسبه لي هو محترم، بالنسبه لي انا ما نجمش نزيد عليه، خاطر ما نحبش ندخل في تفاصيل نتاع فلوس. راي علاقتي بالنادي مش فلوس، انا من الاخر معنا باش نجي من الاخر، معنا نحب نكون صريح مع الجمهور. راه العام هذا كنتش نلعبه بليش، انا عامت المئويه خذيت عهد على روحي او معايا الخفيفي والشماخي في البيت، قلت لهم راه عامت المئويه راني باش نلعبه بليش، اما غير الظروف شاءت الاقدار اني مخاطر ديجا تعدي عام تاخو كان زوج شهري والعام اللي بعده 5 شهري، هو بتبيعته بليش. ديجا كي جي عام المئوية الظروف صعيبة، ما نجمتش حتى نصرح نقول راو كادو للجمعية. أنا معامل أنا توا قعدت 3 سنين معناها كي جواريت الكل، معناها وهذيك الظروف مستير نعرفها ظروف الجمعية. أنا كان 3 سنين تفهمنا عليهم بالكدا، كنت باش نعملوا كادو للجمعية. الجمعية ما خليتليش حتى الفرصة أني باش نعبر باش نعطي رأيي. كي تعطاني العرض تصدمت، أني قلت لك شهرين وأنا مصدوم معناها. فهمت كيفاه؟ مش حكاية فلوس، راه والله مستعد وهاو قدام العبد، راني نلعبوا بلاش العام اللي جاي، والله نلعبوا بلاش، أما شوية احترام وشوية تقدير حتى اللي فور اللي عطيته والكارير اللي عطيته. راهو من الآخر راني تعبت. أنا حسيت تعبت العرض بخلاف إنه مادي. أنا تعبت، أنا عكس جواريات اللي في العالم تحب مثلا تقول تعتزل، لو فرضنا هذا ما قلتش نعتزل، كان اعتزلت اللي بدن يقول ساي، أما المخ ماذا بيك تزيد، أما أنا لا من نوعية بالعكس، أنا بدني نحسه مازال يزيد عام وعامين وثلاث أخرين، أما مخي ما عادش النجم نزيد. يعني أنت عكس اللي اعتزل الكل. أنا عكسهم تماما، أنا ديما نلقى روحي سورس نتاع موتيفاسيون قوية برشا. أنا من 34 غذيت عادة لروحي باش نكمل لل 37، و 37 خلقت روحي موتيفاسيون رغم كل الظروف والتعب واللي صار، راني ما نحبش، راني في دال للآخر الجمعية لين نموت، راي تبقى فوق راسي من فوق، راي الجمعية مش باش تقف علي أنا من الآخر. ينجم يكون هذا الانترفيو الأخراني، ينجم يكون آخر انترفيو عندي راه في كلاعب كرة قدم نادي الفريق، راني باش نرجع محب، ينجم نكون أبارتير من الغدوة نرجع محب. سهلة العملية معناها، شوية احترام وشوية تقدير. هذا اللي طالب. طالب احترام وتقدير بالمقارنة مع مسيرتك ما قدمته نادي الفريقي، مع قيمة وفائك وإخلاصك للأحمر والأبيض وللكلوب في اللي صار في السنوات هذه الكل. لكن زادة تحكي لي على معطيات مادية، وهذا أعتقد أنه الناس على الأقل لازم يكون عندها نوع فكرة، يعني إذا كان ما تحبش تخوض في الأرقام نحترم هذا، لكن لازم الناس تفهم زادة. أنت تسأل النادي الفريقي مونتون كبير، مبلغ كبير المفروض هكا ولا
صار اتفاق فيه هذا ولا كي تقع ثلاثة سنين ما تخلصش كل عام تخلص زوج شهري ولا أربعة ولا خمسة هذا مش مشكل خاطر الظروف كنت نعرفها بتبيعة باش تولي المونطون باش يولي كبير وبراو مش خيالي كما قالوا برشا عباد كما عباد جات لهنا وقالت راه يسالوا مبالغ خيالي نحكي علي أنا وعاطف وأحمد خليل بما أني كابيتان نجم نحكي عليهم وهم معناها حبيت نوصل الصوت نتاعها مازلت تتكلم باسم كابيتان مش 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 من الاخر من الاخر عائلتي وجمعيتي ومن حياتي من الاخر نادي الافريقي حياتي الناس اللي يقولوا كان على وسام يحيى انه قدم بعض التنازلات هل تنازل وسام يحيى هل انه كان ما كانش طيع ما كانش سوبل في المفاوضات على فلوسك القديمه على اللي موجوده المبدا البرانسيب رانا عارفينه الكل اني باش نطيح في مبلغ معين ونقصت الاخرين حتى على اربع خمس سنين ما يقلقنيش كنت صرحت هذا للرئيس وبعض للمدرب انا الفلوس ما تعني ليش بجمل انا رتلت الاخراني الكوره وليت عملها بليزير خاطر الضغط اللي عشته ثلاث سنين الاخرانيين ما تنجمش تجيري برشا حاجات راه كاريرك راه باش يتحطم يا اما تلعب كوره باش تشيخ والا لا فهمتني انا مني ضد مبلغ راني في 2018 طيحت قدمت تنازلات سابقا قدمت وعندي تنازل عندي تنازل في البلدية وفي النادي اللي مبلغ خيالي بالنسبة لي أنا يعني بالأوراق مش بالكلام أي بالأوراق مش بالكلام أكثر 2018 هام الأوراق عندي أكثر من نص المبلغ قدمته تنازل معناها باش نعاون جمعية ومش مزيرة ويسمى نجمو نعرفو قداش هذا نص المبلغ اللي انت نعتبره تبرعت به للنادي الافريقي المبلغ في حدود 430 مليون اللي تبرعت به للنادي الافريقي اللي تبرعت به والبقية التوا ما خذيتهمش البقية معناها اللي عطيته 430 والبقية اللي هما اقل من 400 التوا في المحاكم خلينا ناخذ تعليق من عند رضا على هذا ماذا بيا حيدر تعفيني حيدر فريمون سي تري توشون ونحس فيه وسام توا حاجة واحدة أتمنى وهذا مش غريب على إدارة النادي الإفريقي وسام يحيى يلزمو يخرج من باب الكبير وأحسن تكريم لهذا اللاعب صحيح على العالم مني ضد الخروج راه أنا أول أنا كان ترى الهيئة باش نخرج أنا أول واحد نشجعها راه باش نخرج ما يقلقنيش نخرج أما طريقة الخروج تكون باحترام ونكونوا صادقين مع الجمهور راهو عنا كما قال عبد الحق عنا شعب يلزمنا راهو ما يلزمناش نغلطوه نقولوا الحقيقة مش بعد العمر هذا باش نجي معناها باش نغلطوا الرأي العام ولا كذا سيكريمون تري توجور حيدر حتى يمكن الوقت اللي كنا فيه اي تفضل المكان هذا نبوسه على راسه يستاهل كل خير الكل نعتبره انه وسام رمز نتاع فيدريتي للنادي الافريقي تو بعد شويه يكون معنا عاطف تخيلي بالتليفون اللي صح اليوم على الملعب التونسي لمده زوز مواسم وسام قدمت تنازلات كنت وفي للنادي الافريقي ومستعد انك تقدم تنازلات اخرى انا عارف على شنو قال كي جيت كي جيت للرئيس وحكيت معاه كنت عارف راه اما كل شيء كان يلزم يكون بالمعقول كيف ونعرف الوضعيه كيما اصحابي زاد برشا فانت كونترا معناها سامحوا فلوس انا مستعد نسامح كيفهم نفس النسبه اللي هما سامحوا بها فهمت كيف مش عباد اكثر من عباد جوارات اكثر من جوارات فهمت كيف هذه يلزم فما عداله في النادي تكون يعني انت حسيت فما سياسه مكيالين بينك انت بين الناس الاخرين ظاهر العمل معناه اللي ما حشناش بهم عرفنا كي انزلنا عليهم على الفلوس واللي القاعده اللي هي تطير ملام هذيك هو معناه باش ما ندخلش اكثر في التفاصيل احترام للجمهور النادي والنادي الافريقي تفرجت لك في برشا انترفيوهات وكان بيناتنا لقاءات سابقه اول مره راك منفعل ومتفاعل بالشكل هذا معناها ما نعرفش معناها ستريسي برشا بكلمه صدمه وكلمه ستريسي برشا وعلى اعصابي برشا باه نخليك تهدى شوي لطون لي عاطف تخيلي موجود معانا عاطفة مرحبا بك عاطف مرحبا حيد شنو الامور خويا مبروك الكونترات الجديد مع الملعب التونسي مبارك فيك خويا
عايش خويا ربي يبارك. ان شاء الله ربي يوفقك تستاهل كل خير. عطف تخيلي كنت تسمع في وسام يحيى اعتقد انه يمكن زاد انت خرجت بنفس الطريقه عاطف انه ما حسيتش انه تخيلي اللي عمل مواسم مع نادي الافريقي وخاصه الموسم الاخر اللي كان موسم تاريخي في الكلوب يمكن ما خرجتش بالطريقه اللي كنت تتمناها. اعتقد اول حاجه حيدر رحب وسام صاحب جنبك صاحبي اخويا وعشيري. ثاني حاجه اول نحب نشكر جمهور نادي الافريقي على ال 14 سنه اللي عديتهم في النادي. أنا كما قلت أنت ما كنتش نتصور روحي باش نخرج بالباسون هذه. هذيك الكورة هذيك الكورة خويا فما حاجات أنا اليوم حبيت نتكلم باش نوضح حاجات اللي خاطر فما صارت مغالطات مع الجمهور اللي أنا ما قبلتش باش نعاود كونتراتوير مثلا بحكم باهي احنا لازم تسأل وسام بجنبك ولازم تسأل أحمد خليل. أنا قبلت مسؤولين النادي الإفريقي نتوجه لهم أول حاجة بالشكر ومعنا بكل احترام وكل تقدير. أنا قعدت معهم نص ساعة بعد ماتش الفينال ماتش سي اس اس قعدت من بعد بجمع قعدنا مع بعضنا حكينا على فلوس القديمة. راهي المشكلة ماهيش في مشكلة عاطف تخيلي ما يحبش يقعد في النادي الإفريقي ولا عاطف ما يحبش يعيش في المشكلة. أنا عندي فلوس ثلاث سنين ما خلصتش ثلاث سنين في النادي الإفريقي وجيب لي أي إنسان ينجم يقعد في جمعية ما يقعدش يقعد ثلاث سنين ما يخلصش. نهار اللي جاوا المسؤولين حكاوا معايا على اساس باش نعاود الكونترا نتاعي طلبوا مني فما فلوس باش تطيح فما حاجات من دول ما نحبش نحكي على المونطون اللي طاحوا ما فماش تفاهم. عرفت ما فماش تفاهم من دول نتاع نص ساعه السلام عليكم هذاك نمشي كل واحد مشى على روحه على اساس فما نيغوسياسيون اخرى من بعد باش تصير معناها نجم نقعد انا وياك تو ما نفهمش من بعد نتفاهم انا وياك وما يصير حتى شيء على خاطر كومام تقعد ثلاث سنين مش عام ومش عام ونص. قعدت نستنى في جمعيتي لليوم معناها قعدت شهرين وانا نستنى في جمعيتي ما تعرف فما ديزوفر جاو من السعوديه وعادت تخيل تنجم ما نحبش نقول لك على ليزاجون اللي جابوا لي ديزوفر من السعوديه وهما دول اللي يعرفوا الحكايه هذه اللي انا فضلت باش نقعد في النادي الافريقي على الخروج للسعوديه. قعدت نستنى لاخر نهار وصلت حكيت مع الكوتش مع منتصر الوحيشي حكيت معاه قال لي راهي مشكلتك ماهيش معايا انا احكي مع البريزيدون. البريزيدون كلمته قالش من مره معناها ما تليفون مهزش علي تليفون هكاهو خويا ما عادت تخيلي زاد اليوم ما نجمش نقعد عندي زوج صغيرات انا ربي فيهم ما نجمش نقعد. صار تليفون من بعد مع سي نور الدين بن بريكة نوجه له رئيس الملعب التونسي صحيح رئيس الملعب التونسي مش تعرف اللي المشكلة عادت تخيل لي راهي ماهيش مشكلة مادية خاطر أنا اليوم قعدت مع رئيس النادي مع رئيس الملعب التونسي قعدت معاه ثلاث أيام حسيت قعدنا مع بعضنا أقسم لك بالله معناها أكثرية كلامي معاه ما تكتب حتى شيء في الكونترا أكثرية موافقتي معاه كله كلام. معناه أنا إنسان قعدت معاه أعطاني قدري أحترمني أعطاني حقي وخويا قال يوك التيران وبرانتي وصاحبك وبينتكم التيران أمشي على بالا روحك ما تخمتي حد شيء. كما قلت لك رأيت خمم برشة وجيعة بشي كذب عليك بقول لك ما فماش وجيعة متاع خروجي من النادي الإفريقي ذي كم وجيعة قادر بشي جي نهار الناس كله باش نخرج وراء من النادي الإفريقي أما ما نخرجش بالفاسون هذه ومع المغالطات اللي صارت للجمهور اللي عاطف راه ما حبش اقذر لي نحكي لك حيدر من الاخر انا ونحكي على روحي ما حبش نحكي على اصحابي اللي مش موجودين توا انا حسيت اللي انا مانيش مرغوب فيا خاطر كي تبدا حاجتك بالجارديان تاعك تقعد معاه مره واثنين وثلاث حتى كي ما تفهمتوش تنجم بكلمه طيبه تعاود تقعد معاه وتفهم معاه مش تقعد معاه مره بركه نص ساعه وبعد ما نتصل بيك حتى كابسط حاجه ولو كان انا كلامي غلط يهزوا التليفون ويتكلموا راه انا ماني عارف روحي اللي انا مانيش غلط. وفما برشا عباد نجم ما تصدقنيش انا اليوم قول لي علاش ما تنجمش تصدقني اليوم على خاطر خويا الاداره هذه هي اللي ما هي اللي خلت هي اللي نحات منع الانتدابات هي اللي جابت انتدابات باهيه صحيح الفريقي. صحيح مجهودات كبيره وخرجوا نادي الفريقي من ازمه صح. كبيره اي صحيح مجهودات عملتها الاداره هذه حتى واحد راه ما يجي نجم يقول عكس الكلام هذا عملت ايفور كبير اخوي انا نفضلت انك تجي خويا تقول لي راك انت يا عاطف راك السنين الله غالب ماكش معايا خويا ربي يوجهك خير ملي نخرج للناس نقولوا لو عاطف لا ما حبش يطيح في فلوس ولا اللي انا راني حبيت نطيح في فلوسي
وكيف الناس الكل معناها مش على ساعات تدخلي ريشه باش ما مازال صحابي طايحوا بالسي انا باش نطيح. شو نقول لك من الاول اللي انا راني موافقش باش نطيح، انا راني موافقش باش نطيح من الاول على خاطر كل عام عاد تدخيلي طايح في فلوسه، عاد تدخيلي طايح في فلوسه، كل عام عاد تدخيلي يلزم. ما نحبش نحكي انا عامت اللي تضربت انا نسال قداش قداش فلوس نسالها وقداش خذيت، معناها فما كويزين انترن يقعد نتاع جمعيتي ما نحبش نخرج. اليوم خويا انا نتواجه جمهور نادي الافريقي ان شاء الله ربي، ان شاء الله نادي الافريقي في العلالي ان شاء الله ربي مع الناس الكل. هذا حبيت نوضحه خويا للناس الكل اللي انا راني ما فماش منه الحكايه اللي قالوها اللي عاد تدخيلي راه ما حبش يطيح في فلوسه. استنيت جمعيتي قلت لك لاخر النهار قعدت مع انسان احترمني، انسان عطاني قيمتي، انسان يعني قلت لك راي والله العظيم يا حيدر ورس بناتي ما فماهيش حكايه ماديات. خاطر انا قعدت مع رئيس الملعب التونسي قلت لك ثلاثه ايام قعدنا مع بعضنا، انسان محترم، وقلت لك والله عمري ما تعاملت مع انسان بالكلمه، تعاملت مع انسان بالكلمه، لا فما ورقه بيناتنا ولا حتى شيء، انسان قلت لك عطاني قدري، انسان احترمني. فما 14 سنه انا عديت في النادي الافريقي ولا 15 سنه ما حبيتهاش توفي هكا بعلاقه بيناتنا. هذيك جمعيتي خويا على راسي وعيني، جمهور النادي الافريقي وقف معايا في اخي بريود في حياتي من بعد الضربه، حتى واحد ما ينجم ينكر الحاجه هذه. نتمنى اخويا النادي الافريقي كل التوفيق وان شاء الله ربي يوجههم خير. اليوم عاد في دخيلي في الملعب التونسي، انا اليوم مش نضرب على دراب الملعب التونسي، من غدوه نبدا معاهم التمارين ان شاء الله، ومن غدوه انا دور زيت الملعب التونسي وربي يوفق الناس الكل ان شاء الله. ديك صح عاطف، مبروك مره اخرى الكونترات مع الملعب التونسي وان شاء الله بالتوفيق ليك عاطف اللي في كارير وما سمعنا منه حتى كلمه خارج الموضوع. تبارك الله معناها اخلاق وتربيه وبوتنسيال نتاع لاعب، ان شاء الله بالتوفيق ليه. نرجع لوسام، اليوم فما كلام قلته وكان بودك انه الناس تعرفه لانه ترفض انك تخرج من النادي الافريقي ولا تنتهي قصتك مع النادي الافريقي كلاعب، لانه باش تقعد محب للابد انت، وفما كلام غلط ولا فما حاجات غلطه يصدقوها في خصوص وسام يحيى وجوده في النادي الافريقي، فما حاجات اخرين تحب تقولهم اليوم للناس وسام؟ لا كهو تقريبا انا جيت اليوم خصيصا راني باش نكرم من النادي نتاعي، كلمه صدق وكلمه اخلاص، راني جيت نكرم من النادي نتاعي. راني 27 سنه كوره، اللي عطاه هو النادي الافريقي عمري ما نحلم به، كان مش النادي الافريقي راني نكره في تونس، فضلوا عليا كبير. اليوم معناها انا نفدي النادي الافريقي بكل شيء، هي حياتي هي عائلتي. اخرج الجمعه اللي فات هزيت ولدي للكلوب، هاني انا ابوه خرج من الكلوب وانا نهز ولدي للكلوب، خاطر فخر لي انا، خاطر اللي ريته في ولدي الجمعه اللي فات عمري ما ريته، يشد الساكادو ويبوسه ويلبس المريول ويقول لي بابا وقتاش نمشي نترينا، ما تشريش بمال الدنيا. بعد الكلام هذا ما عادش نجم اني يقوسي وتقول فلوس ابعد على الامور هذه، ما عادش نجم، ما عادش نحكي على فلوس. انا نقول لك والله المئويه كنت عاملها بلاش، والله صدقني كنت مش نلعب بلاش، حبيت نرجع شويه من اللي اعطته لي الجمعيه. وجمهور النادي الافريقي راهو يعرف وسام بن يحيى ويعرف تاريخه ويعرف قيمته ويعرف معناه صدقه، كي نقول كلمه راه ما نحبش بعد تتاول برشا حاجات من هنا النجم تكون هذه اخر كلمه نقولها في 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 في, في النادي، ونجم نتقابلوا بعد كان في الفيراج ولا بيلوز ولا اللي هو. راني انا امنيتي بعد يوفى كارييري توا حتى كان وفاء راهو من الاخر نحب نقص لابونمون ونهار اخر نمشي نقص نهز ولدي ونتفرج في الكلوب كايها مشجع، هذاك راهو اوبجيكتيفي في الدنيا، امنيتي في الحياه هذيك هي، راه مانيش باش نخلط فيها النادي الافريقي، باش يجيو بعدي وما تقف على حد لا وسام يحيى لا غيره، راه جابت عطوقة وطاهر الشابي ومعناها وما وقفتش على ذومه، وعاد سليمي وسمير والكل ودار الرويسي لطفي فوزي نحب نحييهم الكل. صحيح لازم تجي جينيراسيون اخرى، صحيح ممكن وقتي وفيها في النادي الافريقي ونحترم هذا ماني ضد هذا، اما شويه احترام وشويه تقدير على الاقل الكاريير اللي عطيته واللي فور اللي عطيته. من تصريحاتك الشهيره انه مستحيل تلبس مريول غير مريول النادي الافريقي في تونس، بالتوازي سمعنا الايامات الاخرى انه فما ممكن اتصالات بعض الانديه في تونس، نجم نشوفوك في نادي اخر وسام؟ لا قلتها قبل ما واتيني كان مريول اللي في النادي الافريقي. زيد نبقى بطال في الدار ومانا نلعب كان للكلوب نقطة ورجع للستار. أنا راهو عندي مبدأ وعندي شخصية وعندي كي نقول كلمة سيرتو مع النادي اللي عندي، أنا ما نقولش نادي، نقول عائلتي، نقول
حاجه نتنفس بها النادي الافريقي من غير ما نشعر. نبدا ماشي للبارك من غير ما نشعر، ساعه ساعه نطلع للقنطره اللي هي مقابله البارك، نطلع بالعاني باش نشوف البارك برك من الاخر، حتى نبدا مش في ثنيتي، نحب نطلع نشوف البارك كيفاش كيفاش ولا وكيفاش كذا. معناه انا العام اللي باش نرجع فيه، اللي باش ترجع باش يرجع النادي للبارك للدار، نلقى روحي ما نجمش نترانا فيه. ستة سنين ملي رجعت ولا خمسة سنين تمنيت نترانا، معناها وقت اللي رجعنا العام اللي رجعنا فيه نلقى روحي شيء بون، يوجع القلب. اما هذيك هي قانون كرة القدم، هذيك صراحة يوجع القلب، يوجع صراحة. مش سير تدخل 10 سنين وتكمل 37 وعطيت ما عندي، تعبت عطيت كل شيء للنادي الافريقي، من صحتي من مالي من عائلتي من كل شيء، عطينا كل شيء. تعليق من عندك رضا؟ الحقيقة عمري ما سمعت وسام يتكلم بالطريقة هذية. ما نجمش سمحني به. لن تلعب لأي جمعية وماكش تلبس حتى مريول آخر بخلاف مريول النادي الإفريقي. اليوم خذيت قرار ولو أنه بكري قلت مازلت، لكن تخمم جديا في الاعتزال وسام؟ لا مازال بكري؟ مازال أنا قلت لك راه بدنيا ونفسيا مازال عندي مناعتي. تمنيت نكون للنادي، خاطر حبيت نعتزل في النادي. كان ما فماش، ما سهلش ربي معناها وخرجت لبرا، يحصل لي شرف اني اخر عام كملته في النادي الافريقي. لاكثر لاقل هو كما يقولوا اهل الدار ديما اهل اولى بدارهم واعلم بدارهم. اما اليوم ما نعرفش ينجم يولي مطلب انه وسام يحيى يجدد في النادي الافريقي باش يكمل العام هذا يخرج من الباب كبير كما لازم ويخرج، انه مش كل يوم فما ملاعبي بوفاء وباخلاق وبتاريخ وسام يحيى في النادي الافريقي. خليني اخذ فكره على السونداج دوبينيون، انه حطينا سونداج دوبينيون بكري جماهير النادي الافريقي، قداش هل توافق فكرة ولا هل تطلب فكرة أن وسام يحيى يجدد مع النادي الإفريقي ولا؟ أعطينا ناصر النتائج. 80% مع 80% من الناس اللي صوتت في سونداج دوبينيون، تنجم تدخلوا على الباج سبور باي موزايك فام، 80% من الناس اللي صوتت قالت لازم وسام يحيى يزيد عام في النادي الإفريقي. تعليقك على حاجة كيما هاك على الرقم هذا 80% وسام؟ هذا الصدق اللي نحكي لك عليه، خاطر علاقتي بجمهور النادي الافريقي راهي كبيره برشا. يعرفوني سيرتو القراب راهو يعرفوني بالقد، حتى البعاد صدقني داخل تونس وخارج تونس. فخر لي انا، تكريم لي انا، اني كي عرضني ولد صغير ولا راجل كبير يقول لي حتى عويم، نقول له والله مش بيدي، والله له بيدي. صدقني ماذا بيا نزيد وحتى بليش ما يقلقنيش، اما المشكله مش بيدي. هذيك هي الحاجه اللي تغيظك، خاطر انا قلت اني انا نقرر وقتك، وقت اللي نتعب نقول ساين، نقول للجمعيه ستوب راني ما عادش نجم نعطيك. اما اللي غاضني انا مازلت نعطي، ولقيت روحي مجبور اني باش نغادر النادي. مازال عندنا 30 ثانيه بالضبط. مساج لجماهير النادي الافريقي اللي تبع بشكل كبير في اللايف نتاعنا ويسمعوا فينا اكيد في الراديو. حقيقه شكرا لجمهور النادي الافريقي اللي وقف معايا في الخايبه قبل الباهي، وراني ما نجمت نكون وسام بن يحيى كان بدفع الجماهير، راهو دازوا معايا للاخر ويحبوني على الاخر ونحبهم على الاخر. صدقني انا كي نبدا في التيران ديما كونسنتراسيون توتال، خاطر نعرف اللي مسؤوليه، باش تعدي باش تقعد كابيتان في النادي الافريقي ومع الاجيال اللي تعديت عليها مش سهل. هذا انا فخر لي انا اللي في الكلوب، تحيه لجماهير النادي الافريقي وراكم على راسي من الفوق.